وبخت المرجعية، وهنا التعبير وبخت حقيقة ورد في عنوان تقرير لوكالة أنباء رويترز. فقد وبخت المرجعية العليا قوات الأمن لتقاعسها أولا عن حماية المحتجين والذين قتلوا بمدينة النجف، وانصياعها أي انصياع تلك القوات لأوامر جهة غير رسمية. لا غنى عن القوات الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والإخلال بالنظام العام، فهي التي يجب أن تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين وكشف المعتدين والمندسين والمحافظة على مصالح المواطنين من اعتداءات المخربين، ولا مبرر لتنصلها عن القيام بواجباتها في هذا الإطار، كما لا مسوغ لمنعها من ذلك أو التصدي لما هو من صميم مهامها، وعليها أن تتصرف بمهنية تامة وتبتعد عن استخدام العنف في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، وتمنع التجاوز على المشاركين فيها، وفي الوقت نفسه تمنع الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بأي ذريعة أو عنوان. دكتور علاء، أحييك مرة أخرى وأسألك في باب النقاش إذا كنت تسمعني. دكتور علاء. نعم أسمعك أستاذ علي. شكرا. دكتور علاء، حقيقة يعني أنت تابعت معنا وتابعت جمهور الكريم، يعني لا غرابة أن توصف اليوم المرجعية بوصفها، المرجعية أقصد الدينية العليا، مرجعية السيد علي السيستاني، بأنها آخر حصون العقل في وسط عراقي. واضح أنه كل ذاهب إلى الجنون، ليس إلى عدم العقل تماما، إلى الجنون، إلى الخراب إن شئت. واضح أنه كل أسبوع القوى المتنفذة سواء بالحكومة أو خارجها التي تقول أنها تحترم المرجعية وتأخذ بنظر واضح أنها تكذب، بدليل أن المرجعية تعيد كل أسبوع كلاما لا تسمع هذه القوى. ما رأيك؟ في البداية تحية لك دكتور علي ولمشاهدي قناة التغيير، هذه القناة العزيزة. شكرا. حقيقة كنت دقيقا جدا في هذا التوصيف، انه موضوعة الجنون والمرجعية تعد صمام امان واخر حصون العقل. فعلا باعتبار ان المتمعن والمدقق لخطب المرجعية، ليس الخطبة الاخيرة وانما جميع خطبها، تؤكد على ضرورة النهوض بمفهوم يسمى مفهوم الدولة. نعم. من خلال السير تحت مظلة الدستور، كيف من خلال الخروج بتظاهرات للمطالبة بوطن، بعدما نحن رأينا أن الوطن أصبح بيد يعني ربما أيادي ليست أمينة هنا وهناك، وكذلك تطالب القوات الأمنية بأنها يجب أن تقوم بمهامها لأن لها فعلها الفاعل والذي تحتكره في مفهوم الدولة وفق المفهوم الحديث، وكذلك تريد أن بل أصرت وليس تريد أن تصر، أصرت على أن يكون القرار عراقيا خالصا. نعم. قوم على مفهوم الوطن ومفهوم المواطنة. لدينا حقيقة، وهذا الخطبة ليست فقط من منطلق ديني وإنما من منطلق خبرة
جاءت عن طريق الفشل المتكرر وفي إدارة الدولة منذ عام 2016 منذ عام عفوا 16 سنة منذ عام 2003 إلى هذه اللحظة، بل ولم يستفد أساسه من تجربة عام 2003. إلى الآن بعض الجماعات المسلحة تريد استخدام العنف لإطفاء هذه التظاهرات، ولكن يعني حقيقة أريد أن أبين نقطة في هذا الموضوع، وهذا ما بينته المرجعية كذلك، بأن الحقبة التي ستأتي بعد هذا الحراك الجماهيري يعني سيكتب للعراق بأنها يعني بأنه حقبة جديدة، ولا يمكن العودة بأي حال من الأحوال إلى الفترة. دكتور علاء، حقيقة ما تقوله مهم، وإن كان نعم. الحديث عن الحقبة التي تقصد سنأتي على ذكر ملامحها وآفاقها وحتى الصعوبات التي تواجه تكوين أو البدء بهذه الحقبة، ولكن أسألك بوصفك أستاذا للقانون، أسألك يعني القانون عندنا تقوم عليه حكومة مكلفة بالسهر عليه، وعندنا أيضا وسائل، وعندها هذه الحكومة وسائل من ضمنها وسائل هي قوات الأمن. واضح أنه لا الحكومة تحترم القانون ولا قوات الأمن، بدليل هذا التعبير الذي استخدمته وكالة أنباء رويترز حقيقة، أنه المرجعية وبخت قوات الأمن العراقية، وهنا التعبير غاية في الدقة. نعم صحيح، حقيقة ربما يلقى اللوم على قوات الأمن، ونحن لاحظنا حقيقة بقصورا واضحا في توفير البيئة الآمنة للمتظاهرين، يعني يلقى قلبا على يعني الأيام المقبلة فيما يتعلق بضمان الحراك الجماهيري، ما الذي يمنع عصابات أو مندسبين كما يعني وصفتهم المرجعية أخرى في جسد المتظاهرين بحيث أنهم يمثلون. ولكن أنا برأيي أن القوات الأمن أيضا محتارة أستاذ علي، لأنه حقيقة رجل الأمن لا يمكن أن يتحرك إلا إذا كان القرار السياسي قرارا قويا، وقرار الدولة قرارا قويا، وقرار السلطة أيضا قرار قوي. هذه الحراك الأمني أو القوات الأمنية ينبغي عليها أن تقوم بواجبها في تحت مظلة الدولة وتحت مظلة وزارة الداخلية وهذه أو وزارات الأمنية، يعني أجمعها وزارة الدفاع إن كان لها يعني نصيب فيما يتعلق بحفظ الأمن الداخلي وما إلى ذلك من أمور. كل هذا الحراك يعتبر جزءا من نشاط الحكومة، ونحن عهدنا نشاطا متعثرا منذ اليوم الأول لهذه الحكومة، يعني أنها لم نتفاجأ من قصور وتقصير قوات الأمن. الآن نحن عهدنا جريمة الوثبة، عهدنا حالات انتهاكات متكررة في ساحات التحرير، وبدأت كل هذه السلسلة أنا أعتبرها فضيحة القناصين من على البنايات، وإلى الآن لم تعرف هويتهم. إذن كان هذا القصور واضحا، لماذا؟ لأن القصور الحكومي بما فيه القصور الأمني كان واضحا منذ البداية، ولذلك المتظاهرون الآن طالبوا بإقالة ونجحوا كذلك بإقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي مع كل احترامنا له، لكن هذا يدل ليس باعتبار يعني رغم أن المطالبة وهذه الإقالة هي ليست قضية المتظاهرين بالدرجة الأولى لقراءتنا لهذا الحدث، وإنما قالوا بأن هذه الحكومة هي حكومة عاجزة، وبالتالي من باب أولى لا يمكن لها أن تقود أي فكرة من 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 أو مبدأ من مبادئ الإصلاح التي يعني يراد لها من في في من قبل هذه التظاهرات. يعني المتظاهرين هنا حقيقة شككوا في قدرة هذه الحكومة عن قيادة أي إصلاحات في المستقبل، وبالتالي هي عاجزة، ولذلك هم إلى الآن قلقون من الاتيان بحكومة مقبلة قد يعني تخذلهم بالمستقبل أو لا تلبي مطالبهم في هذا الجانب. حقيقة هنا نقطة في غاية الأهمية أريد أن أذكر كذلك نقطة مهمة، ألا وهي هذه الحكومة نحن شككنا منذ اليوم الأول في أدائها، منذ أن فتحت المنظومة لاختيار وزراء مباشرين من الوطن. حقيقة نحن كرجال يعني وتصدينا للإدارة، يعني كيف يمكن لرئيس وزراء أن يفتح منظومة للشعب وعلى كل من يقدم أو يجد في نفسه الأهلية أن يقدم بمنصب وزير؟ أستاذ علي يعني المنصب وزير هو ليس بالشيء الهين، وإن يعني وسلم بعض المواطنون بهذه الفكرة وقدم ربما المئات أو الآلاف
ممن يجد في نفسه الأهلية والكفاءة لموضوعات تقديم لمنصب وزير، ولكن لم يتم على حد علمي الشخصي لم يتم قبول أي وزير قدم عن طريق المنظومة التي يعني وضعها السيد عادل عبد المهدي. نعم. في تشكيل بس الحكومة. لو سمحت لي دكتور علاء، تغولت كذلك دكتور علاء. نعم. لو سمحت لي نعود إلى جوهر السؤال الذي حقيقة طرحته على جنابك الكريم. نعم. ألا وهو الجانب القانوني، يعني الحكومة وتحديدا وسائلها في تنفيذ القانون ألا وهي قوات الأمن تقف عاجزة على من يقتل، وبنفس الوقت تلقي القبض على المتظاهرين وتزجهم وتحقق معهم، يعني هي تمارس القانون بطريقة حقيقة هكذا توصف طريقة ظالمة مرتين، إذ تغض النظر عن القتلة ولكنها تبدو شديدة القوة والبأس على المتظاهرين السلميين. هل هذا برأيك كأستاذ للقانون هذا مفهوم يمكن القبول به في دولة تسعى إلى أن تكون دولة قانون؟ أبدا أستاذ علي، حقيقة وأنا أردت أن أربط هذه الفكرة. فالحكومة التي تشكلت بهكذا يعني طريقة وسلمت أمرها للمحاصصة، فبالتالي لا يمكن لها أن تحاسب شخصا ربما يجدون في نفسهم هم فوق القانون، وبالتالي القانون هنا يطبق على البعض دون البعض الآخر. وهذا طبعا نحن يعني ما نتطرق له حتى في 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 تدريساتنا اليومية للطلبة، نقول لكي تنشأ دولة ينبغي أن يطبق القانون على الجميع دون استثناء من باب مفهوم المساواة ومن باب حق التقاضي ومن باب مسؤولية المشتركة لجميع المواطنين. وهذا حقيقة أنا أعتبره هو وقود لاستمرارية الحراك، لأنه أعطى حجة بل عزز من الحجة الموجودة بأنه نحن إلى الآن نفتقر إلى العديد من أركان وسمات الدولة ألا وهي دولة القانون. فبالتالي هنا القصور واضح من قبل رجال الأمن باعتبارهم جزء من جسد السلطة في محاسبة العديد من الشخوص الذين يجدون في نفسهم حقيقة فوق القانون، وهذا الشيء الذي لا نريده. وننتظر إلى الآن محاسبة القتلة مثل ما كنا ننتظر محاسبة الفاسدين. أستاذ علي حقيقة نحن حتى نحد في المحاكم الشخص الذي يسرق 1000 دينار بالعملة العراقية ربما يحاسب، ومن يسرق مليارات وربما يعني خانات ملفات أو الملفات موجودة في هيئات النزاهة لا تحاسب بعض الحيتان وبعض المتغولين في الأحزاب أو في بعض الأحزاب أو السلطة، وتحاسب الشخوص الضعيفة الموظف الذي ربما تقاضى رشوة يعني حقيقة أشكرك دكتور علاء. فهذا سياق عمل ثابت منذ البداية يعني.